بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع بعنوان صخرة الزلقات. امبارح خدنا حجر المعونة، فاكرينها؟ في حاجات كده كده كتير بقى في حياة داود. صخرة الزلقات، احنا فهمنا ان الصلاة هي حجر المعونة اللي لو عرفت تقف عنده أو تمسك فيه لازم تاخد معونة ولازم تنتصر، لازم تنتصر. بدال حاطط كل حياتك أو كل رأس مالك في الصلاة لازم هتعدي على خير. تعال نشوف معنى تاني من بركات الصلاة. أثناء رحلة هرب داود من شاول، الرحلة دي مليانة خبرات ومليانة مزامير كمان. صعد الزفيون إلى شاول إلى جبعة قائلين: أليس داود مختبئا عندنا في حصون في الغاب في تل حخيلة التي إلى يمين القفر؟ فالآن حسب كل شهوة نفسك أيها الملك في النزول، انزل وعلينا أن نسلمه ليد الملك. حصل داود هربان، ففي حتة كده في منطقة كبيرة اسمها الغاب، زي الغابة يعني، لكن هي عبارة عن جبال وشجر وبعدين فيها ناس اسمهم الزيفيون. دول الظهر بيعرفوا المداخل والمخارج كويس، فراحوا لشاول قالوا له: احنا هنعرف نجيب لك داود، هو مستخبي عندنا. زي ما يكونوا مطاريد في جبل وفي ناس بقى في المنطقة عارفين ايه كل المداخل والمخارج، فراحوا يقولوا له حسب كل شهوة نفسك. هم عارفينه، الناس بتبقى فاتحة الإنسان من بره، الرئيس المتشبث بكرسي بيبقى باين عليه، والراجل اللي نفسه ينتقم من شخص بيبقى باين عليه، فهم واضحة عليه، فعاوزين يشتروه. قالوا له: أنت نفسك في الراجل ده نجيبه لك، وعلينا أن نسلمه ليد الملك. فقال شاول: مباركون أنتم من الرب لأنكم قد أشفقتم عليهم. الكلام ده حصل بعد الحادثة اللي حكيناها امبارح، لما يونسان راح لداود وقال له ايه: مش هيطولك ابويا ابدا، يد شاول ابي لا تجدك. فاكرين لما يونسان نزل لداود في نفس المنطقة قبلها بفترة صغير وقال له: انا بقول لك، يونسان كان رجل صلاة، مش هيطولك، انت بتاع ربنا وربنا مش هيسلمك. وقال له: حتى ابويا عارف كده. انما لان شاول طبعا مش بتاع الصلاة، فكل شوية الفكرة تغلبه. فكان داود واخد تشجيع ووعد جميل غير وعد ربنا وتوفيقه كل مرة، كان كلمة يونسان فرقت معاه. وبعدين هو جرب في موضوع قعيلة، فاكرين قعيلة امبارح برضو اللي هما ايه قالوا له؟ نزل خلصهم واستضافوه، وبعدين ايه عرف ان شاول جايله، فتوقع ان هما هيفدوه بعمرهم، فسألوا: يا رب هيخونوني؟ قال له: هيخونوك. فسابها ومش. فيبقى هو ايه بين نارين. انا بوضح لكم داود موقفه ايه، عنده وعد مش هيطولك، لكن هو جرب الناس، لا الناس ما عندهاش امان، الناس وقت الجد تخون، لما ينضغط عليها الناس مش جدعة، ربنا جدع لكن الناس مش جدع. عشان كده داود في اخر حياته قال كلمة ايه مشهورة، قال لهم: اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان. قال لهم: اللي شفته في حياتي يخليني ما اتمنش بشر على نفسي، اقع في ايد ربنا لكن ايد البشر لا، مهما كانوا وقالوا وعادوا وزادوا انا مع البشر، مع ما بضمنش حد خلاص. في الوقت ده طبعا في حيرة، في خوف، في قلق. ليه؟ لان الزيفيون دول عارفين المداخل والمخارج، وبتوصل لداود الاخبار ان هم راحوا ايه يعني اتفقوا مع شاول عليهم. نشوف يحصل ايه. لما حصل كده كتب داود مزمور، فانا هنقلكوا بقى ايه لصلوات داود في الوقت ده. في بعض المزامير تلاقوا على راسها عنوان يقول لك: كتبت في وقت كذا. طب دول مش كتار، لكن المزمور 54 معروف داود صلى امتى. يقول: قصيدة لداود عندما اتى الزيفيون. في الوقت ده بقى لما راحوا الزيفيون دول اتفقوا مع شاول على تسليم داود، حس ان هو في موقف مش عارف يطلع خلاص، فصلى وقال المزمور المشهور اللي بنصليه في الستة: اللهم باسمك خلصني
وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي، اصغي الى كلام فمي، لان غرباء قد قاموا علي. واضح الكلام ماشي مع الموضوع. وعتاة طلب نفسي لم يجعل الله امامهم سلا. بمناسبة سلا، سلا دي يعني فقرة موسيقية زي بوز كده، يعني ما بيفهاش كلام، لكن غالبا لأنه كان بيعزف وهو بيرتل أو بيقول المزمور فيقعد يعزف شوي. إذا المزامير ما كانتش شعر مقروء، لا دي كانت تراتيل. لغاية دلوقتي نقول من مزامير تراتيل داود النبي، فكان يقولها وممكن يعيد فيها زي القرار كده، ويجي وقت تبقى موسيقى بس، لكن المخ ماشي في تأمل أو في صلاة. يبقى صلاة دي صلاة داخلية يعني، فصلاة ممكن تعتبرها صلاة، فاهمين؟ لكن هي مقصود بيها مقطع موسيقي يفصل الكلام عن بعض. تعالوا نبص على المزمور كده، بيقول باسمك خلصني. يبقى داود النبي اتكون عنده ثقة داخلية ان مجرد ترديد اسم رب الجنود ده لوحده يحميه من اي مصيبة. ولو ذكريات مع الاسم كتير، في حد فاكر ذكرى منها؟ اشهر مرة استعان باسمه جليات، لما قال له انت تأتيني بسيف ورمح ودرس، اما انا فآتيك باسم رب الجنود. يعني هو بس يقول اسم ربنا، يقعد يقول صلاة يسوع كده، خلاص الحكاية تنشن في دماغه ظبط كده. لأنه طبعا هي لو ما ظبطتش كان راح داود، فالنشان هنا مرتبط باسم رب الجنود. هو قاعد يصلي يقول اسم ربنا، الطوبة الأولانية اللي حطها وظبطها جت على طول. فكلمة باسمك خلصني تفكرنا بقى بقيمة صلاة يسوع وأهميتها، وأهمية ترديد اسم ربنا يسوع كتير، لأن ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. من يدعو باسم الرب يخلص. كل ما تنادي اسم ربنا كتير، كل ما تعدي الموقف وتعدي المشكلة وتعدي المرحلة وتعدي العمر وتدخل السماء. يعني خلاص جزئي أيا كانت المشكلة، وخلاص كلي انك لو فضلت على اسم يسوع تدخل السماء في الاخر. وبعدين طلب ثلاث طلبات، قال له احكم، اسمع، اصغي. بقوتك احكم لي، يطلبها دايما المظلوم دي. ان الواحد بيبقى حاسس بظلم ومفيش حق في الدنيا احيانا، فيا رب احكم لي لاني انا مش عارف احتكم عند حد. هيروح لمين داود يشكي الملك؟ طب ما هو مين هيسمع له؟ والناس بقت ايه، تحابي الملك على حساب داود، فبقوا يبيعوا ذمتهم عشان يخلصوا بقى ويرضوا شاول. فقال له يا رب احكم لي، مش لاقي حد يحكم لي تاني. اسمع لي برضو، ده احساس الشخص المجرب، يا رب اسمعني. واصغي درجة اعلى من السمع، يعني ركز معايا يا رب، افتح ودانك اصغي لي. وبعدين يحط الشكوى. يبقى داود يعلمنا حاجتين هنا، اصرخ لربنا في الضيقات، حط اسم ربنا في الصلاة، حدد طلبك كويس واطلب شكواك، اعرض شكواك زي ما انت عاوز. الشكوى كانت ايه؟ قاموا علي يطلبون نفسي، عتاة طلبوا نفسي، لم يسبقوا ان يجعلوك امامهم. يعني انت مش في قدامهم خالص، ما عندهمش ضمير، يعني ما بيخافوش ربنا، مش هعرف اتفاهم معاهم. دول ناس ما بيرحموش، دول ناس ما يفرقش معاهم يقتلوا ولا يظلموا ولا يأذوا، ما عندهمش مشكلة. فطبعا الواحد لما بيحس بكده بيحس انه خايف برضو او ضعيف. وهنا تلاحظوا حاجة يا جماعة، في الصلاة بيبقى عندنا صراع بين النظر لربنا وقوته ووعده، وبين النظر للمشكلة بتعقدها وحجمها، وبتبقى في خناقة جوه الصلاة. لو ركزت أكتر في المشكلة والمؤذيين حتى جوه الصلاة تطلع تعبان من الصلاة، كأنك ما صليتش. زي واحد يقول إيه، كان عندي مشكلة طول ما أنا بصلي سرحان في المشكلة. لو سألته طب طلعت مرتاح؟ يقول لك طبعا لا، مع أنه كان بيصلي بس هو مرتاحش. ليه؟ لأنه مخه مسحوب جوه الصلاة في المشكلة، فشايفها كبيرة والناس مؤذية وهيحصل ومش هيحصل، هو مش عارف يركز في ربنا. الكونفليكت أو الصراع جوه الصلاة، إزاي تسحب دماغك من التركيز في الأزمة
للتركيز على صاحب القرار. دي عاوزة صراع جوه الصلاة، انك تجيب مخك من خانة المصيبة والناس المؤذية لخانة الله القادر المحب ضابط الكل اللي في ايده كل حاجة. وغالبا هي دي سر سلاة. سلاة يعني ايه؟ يعني كانت الخناقة شغالة، يركز في ربنا ولا يركز في المشكلة. تفكرنا ببطرس لما مشي على المية، طول ما كانت عينه على المسيح كان ماشي، اول ما عينه جت في المية ابتدى يغرق. يعني هو في وضع صلاة فائق، يعني حاجة راقية جدا ان واحد ماشي فوق المية، انما اول ما عينه حدفت للبحر ابتدى يغرق. بقية المزمور يقول ايه؟ هو ذا الله معين لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرد أو يرجع الشر على أعدائي، بحقق أفنيهم، أذبح لك منتدبا. منتدبا يعني مكرسا مقدسا. أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيناي. حاجة تاني لما تصلي تلاحظوا هنا، لو ركزتوا المزمور دول نص، مزمور صغير قوي، هم الخمس آيات دول بس، سلاة بالنص ونص. النص الأولاني في إيه؟ صرخة وشكوى، باسمك خلصني، بقوتك احكم لي، استمع يا رب طلبتي، غرباء قاموا علي يطلبون نفسي. يبقى النص الأولاني ها صرخة وشكوى. بعد السلاة بصوا الروح الكلام، الله معين لي، الرب عاضد نفسي، يرجع الشرور على أعدائي، هتفنيهم يا رب، أذبح لك، أذبح لك يعني خلصت خلاص. أحمد اسمك لأنه صالح، من كل ضيق نجاني، ماضي، وبأعدائي رأت عيناي. إيه فرق الروح هنا؟ فاهمين الفكرة؟ لما الواحد يصلي كويس ويسيب نفسه في الصلاة، الروح القدس ياخد مزاجك من الشكوى والتعب النفسي والصرخة إلى الرجاء. الرجاء يتولد في الصلاة، الأمل، الفرح. هو لسه ما حصلش حاجة على فكرة، المزمور اتقال على بعضه فما كانش لسه فكت، لكن لأنه بيصلي والروح القدس يقود الصلاة يحط في قلبك رجاء. تعالوا نحطها بشكل عملي. واحد سمع أخبار وحشة عن اللي بيحصل في البلد وانزعج واضطرب ومخه ابتدى يودي ويجيب، دخل ركع وابتدى يصلي، حوش يا رب، ارحمنا يا رب، نجينا يا رب، وبعدين مخه سحب في حتة دول هيعملوا ويساووا ونسي ربنا وقعد يفكر هيعملوا ايه. لم دماغه وقال له يا رب، يا رب الموضوع في ايدك، انت اللي قادر، انت ضابط الكل، واخد باي مخه يروح ويجي كده. وهو بيصلي وهو مش واخد باله، لو خد وقته بقى في الصلاة، يجي بعد ربع ساعة يلاقي لوحده ابتدى يقول انا عارف يا رب انك مش هتسيبنا، انا متأكد يا رب انها هتعدي، انا مطمن يا رب ان انت هتعمل احسن حاجة، انا حاسس ان انا مرتاح يا رب وان كل حاجة هتمشي كويس. هو ايه اللي حصل؟ ومفيش حد قال له حاجة لسه، لكن جوه معمل الصلاة بتطلع حاجات لوحدها اجملها فكرة الرجاء. يتولد الرجاء جوه الصلاة. عشان كده الشيطان عنده حيلة خبيثة بيقع فيها ناس كتير قوي، بالذات الستات على فكرة، لما يتضايقوا ما يصلوش، لما يكتئبوا يقطعوا الصلاة. دي أسوأ حيلة. ليه؟ لأنه هو بيمنع الرجاء كده، فاهمين الفكرة؟ هو خبص الشيطان، هو عارف لو الواحد رمى نفسه عند ربنا هيتولد الرجاء، هيتولد. فتبتدي بقى تيجي حيلة الشيطان ايه؟ لما يتضايق قوي يقول له هتصلي ليه وانت وش صلاة؟ اللي زيك ينفع يصلي؟ وهي الصلاة كانت عملت ايه قبل كده؟ أو يقول له مفيش نفس للصلاة. واخدين بالكم؟ تيجي في النفس بقى والمزاج، لأن هو عارف يربط على الكآبة من غير ما يكون صلاة، بس كده عارف يملك الواحد. إنما أي واحد يقاوح الكآبة أو الضيقة أو الأزمة أو اليأس أو صغر النفس بالصلاة، الصلاة تكسب لوحدها. بس إيه الوقت بقى مختلف من واحد للتاني، في واحد تفك بعد ربع، في واحد تفك بعد نص، المهم المفروض ما تطلعش غير لما تفك. إذا بعد الصراخ سلاء، السلاء اللي هي بقى المعركة الداخلية اللي يجي في دلها الرجاء. تلاحظوا بقى النغمة اختلفت، أنت معيني عاضدي افنيهم أذبح لك
كأن كل حاجة مشيت حلو. أحمد اسمك نجاني، رأت عيناي إلى هذه الدرجة من الثقة، يعني أنا هشوف بعيني اللي هتعمله. طب هو قال لك حاجة وانت لسه شفت حاجة؟ احنا لسه ما نعرفش ايه اللي حصل، هنعرف دلوقتي، بس انا بوريكم الجو النفسي اللي عاش فيه داود لما جات له الاخبار ان الزفيون راحوا ايه اشتكوه. خلاص نرجع لشاول. فشاول بيقول للزفيون ايه؟ اذهبوا اكدوا ايضا واعلموا وانظروا مكانه حيث تكون رجله ومن رآه هناك، لأنه قيل لي أنه مكرا يمكر. قال يا عيني داود المكار. فقال لهم بصوا ده خبيث، اعرفوا لي فين بالظبط عشان ما نروحش نضيع وقت. فانظروا واعلموا جميع المختبئات التي يختبئ فيها، ثم ارجعوا إلي على تأكيد فأسير معكم، ويكون إذا وجد في الأرض إني أفتش عليه بجميع ألوف يهوذا. قال لهم ده أنا أجيب معايا كل يهوذا. على فكرة يهوذا بيحبوا داود مش بيحبوا شاول، لكن هو مخدوع. ما هو البني آدم اللي يبقى الشيطان بيلعب بيه بيبقى شايف نفسه الشعب كله بيحبه، الشعب كله يفديه. أفتش عليه بجميع ألوف يهوذا. فقاموا وذهبوا إلى زيف قدام شاول، وكان داود ورجاله في برية معون في السهل في منطقة زيفيين دي عن يمين القفر. يبقى واضح إن المؤامرة محبوكة، اذهبوا اعلموا انظروا وارجعوا لي على تأكيد، وجميع ألوف يهوذا يعني المرة دي إيه حبكها قوي، لأنه كذا مرة يزوغ منه، فالمرة دي مش عاوز إيه تخيب، وهم عارفين المنطقة كويسة وقادرين يوصلوا. فقاموا وذهبوا إلى ضيف قدام شاول، وكان داود ورجاله في برية معون في السهل عن يمين القفر. وذهب شاول ورجاله للتفتيش، فأخبروا داود فنزل إلى الصخر وأقام في برية معون. يعني كان في منطقة سهلة الأول، السهل اللي هي الحتة المفتوحة من الأرض بس مكشوفة، فلما ابتدى يقرب منه قوي طلع بقى ناحية الصخور، لأن صعب تسلقها وفيها خبايا أكتر، إنما خلاص هو بيحاصره. وأقام في برية معون، فلما سمع شاول تبع داود إلى برية معون. فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا، وداود ورجاله عن جانب الجبل من هناك. يعني أصبح الفاصل بس الجبل، هو نفس الجبل، هما من هنا وهو التاني من هنا، يعني خلاص نص ساعة فرق خلاص. فاهمين الحكاية عمالة تزنق إزاي؟ وكان داود يفر في الذهاب من أمام شاول. بقى داود مرعوب بقى، يعني براكتيكالي عمليا بقى دخلنا في مرحلة خطيرة، دقايق وهيوصل له، لأنه فرق جبل دلوقتي خلاص، هو عارف هو فين، ما زنقت. وكان شاول ورجاله يحاوطون داود ورجاله لكي يأخذوهم، يعني عمالة تضيق تضيق تضيق، وهنا لا في مغارة زي المغاير اللي عدت قبل كده، ولا شاول تعبان، ولا ما فيش حل، ولا يقدر يروح لملك الفلسطينيين بعيد قوي، ولا يقدر يطلب حد يساعده، خلاص متحاصر. طب هتيجي الخلاص ازاي؟ هتفك ازاي دي بقى؟ دي كده غير كل مرة، ولا في حتى نسان النبي يلجأ له، هي مفيش غير المزمور، مفيش غير الصلاة خلاص. طبعا في الوقت ده كان المزمور عمال يتكرر، اللهم باسمك خلصني بقوتك احكم لي، استمع يا الله طلبتي. فالسهل اولا، السهل دي بتفكرني ان التجربة السهلة، يعني في الاول تلاقي الحكاية لسه سهلة، هي تجربة لكن نسبيا سهلة. ده أولا. ثانيا بقت إيه؟ لا صعبة بقى، بقت في الصخر. ثالثا أصعب وأصعب، بقت فاصل جبل، يعني الحل تقريبا مفيش خلاص، بقت شبه مستحيل النجاة. فخلي بالكو ساعات لما الواحد يصلي الدنيا تتعقد، ما تتخضوش في الأول على الأقل، لما يصلي بدل ما تفك يلاقيها بتزنق، لانه وتلاقي بقى اللي مستعجل يقول لك صليت اتعقدت بطلت اصلي. لا انت مش فاهم، هي لازم تتعقد قوي عشان تفك، دي ده شغل ربنا كده عادة. فما تتخضش لما تصلي وتلاقيها بتتعقد، لانه ده بيحصل كتير مش قليل. فهو طول ما هو بيصلي بيقول باسمك خلصني، التانيين بيقربوا وكأنه يعني ربنا مش سامع خالص. يحصل بقى الاستجابة العجيبة بقى. فجاء رسول إلى شاول يقول أسرع واذهب لأن الفلسطينيين قد اقتحموا الأرض.
فرجع شاول عن اتباع داود وذهب للقاء الفلسطينيين، لذلك دعي ذلك الموضع صخرة الزلاقات. جه حل، مات مش في الحسبان خالص. ايه الحل؟ حصل حرب عالمية بقى، يعني حرب بدول، ان الفلسطينيين دخلوا على الارض على الحدود، فمش وقت داود خالص دلوقتي، فاهمين ازاي؟ فشاول طبعا للخلف دور، خسح بالجيش وجري، لانه حرب كاملة هتقوم عشان المزمور ده. الفلسطين كلهم دخلوا على الحدود وهم مش واخدين بالهم ان ربنا عامل كده عشان سي داود، فاهمين الفكرة؟ يعني عشان الهربان الغلبان ده، لا ده تتقوم له حروب، ده يطلع له مش عارف زلزال في اليابان، مش مشكلة، كله يمشي عشان ولاد ربنا. اذا اللي بيحصل في الكون كله ممكن يشتغل لحساب ولاد ربنا بحتة مزمور. مزمور بس في ايه؟ في صرخة، في شكوى، في رجاء. صرخة وشكوى ورجاء، هو يشتغل باسمك خلصني، والكون كله يتحرك في اتجاهه، بلاد تقوم وبلاد تقعد. فهنا اول معنى جميل هنا التدخل الالهي العجيب، وعلى كل مرة بشكل. اللي يدرس حياة داود بالذات يلاقي كل مرة بطريقة مختلفة، كل مرة ينقذه بحيث ما يبقاش عارف المرة الجاية هينقذه ازاي، يبقى بس عارف انه هينقذه، هتعدي لكن مش فاهم ازاي. فهنا ربنا يتدخل بطريقة خلته مش مصدق نفسه. بقى شاول يرجع ازاي؟ برضو يجوز للوهلة الأولى، أنا هتخيل يعني مش حاجة مكتوبة، وهو داود بيجري ومرعوش وبتاع، جاله واحد من رجالته بيقول له على فكرة شاول انسحب. قال له انت عبيط، انسحب ده ايه؟ ده خلاص وصل. قال له صدقني انسحب. قال له مش ممكن يكون انسحب. وبعدين تلاقيه مثلا طلع لقمة الجبل يدور، لقى شاول ماشي عكس الاتجاه. فهو داود ما وصلوش الأخبار، ده شاول اللي وصل له أخبار هجوم الفلسطينيين. فداود للوهلة الأولى قعد، هو اللي حصل يعني ما بقاش فاهم، هو ما موتيش ليه يعني، هو ما جاش ليه يعني، ايه اللي حصل؟ فين لما فهم بعد كده؟ فاحيانا الواحد يفاجأ ان ربنا اتدخل، مش عارف اتدخل ازاي يعني، وقفت ويفضل شوية مش فاهم وقفت ازاي، وبعد فترة يفهم، يستوضح بقى الاسرار الالهية. لكن احيانا حتى التدخل الالهي يكون مش مفهوم. سماها صخرة الزلقات، ليه أسماء جميلة برضو في حياة داود. الزلقات يعني إيه؟ يعني اتزحلق من عليا، يعني هي معناها إيه؟ كنت خلاص يعني هيوصل لي، وبعدين التجربة اتزحلقت كده، كانت إيه؟ خلاص مسكت فيا وكشطوها من عليا كده. لكن زلقات يعني حاجة زي تزلق كده أو تتزحلق يعني. الزفيون بقى اتغاظوا، ليه؟ عدت منهم المرات فرجعوا له بعد 3 اصحاحات. خلي بالكم هم نفس الناس. جاء الزفيون الى شاول الى جبع، احنا كنا 23، احنا هنا كام؟ 26، قائلين اليس داود مختفيا في تل حخيله، هو نفس المقدمه اياه الذي مقابل القفر. طبعا شاول بكل مره يغلي، لانه اللي بيحصل ده مش طبيعي يعني، كل المؤامرات بتخيب منه. فقام على طول، طلع معاهم على طول، قال لا هندرس ولا هنعمل، بدل عندكم نطلع على طول. ونزل إلى بريد زيف ومعه 3000 راجل منتخب إسرائيل، يعني الراجل منهم ب100، فيعني جيش جيش عشان داود بس، لكي يفتش على داود في بريد زيف. ونزل شاول في تل حخيل الذي مقابل القفر على الطريق، وكان داود مقيما في البرية. فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه إلى البرية، أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء. فقام داود وجاء إلى المكان الذي نزل فيه شاول. هنا حصل موقف غريب جدا، هم قربوا عليه قوي ومحاصرينه، وبعدين إيه؟ الدنيا ظلمت، الدنيا ليلت خلاص، بالليل في الجبال محدش هيدور على حد، كله هينام، دول هينام ودول هينام. فداود بعت رجالته قالوا له هم في المنطقة دي، فهم شاول ورجالته ناموا ريحوا، داود ورجالته طلعوا يبصوا عليهم، بالعكس بقى.
فنظر داود المكان الذي اضطجع فيه، تخيلوا مثلا في ناس فوق الجبل كده وشايفين بقى شاول و3000 راجل، كل واحد حط سلاحه وايه وحط راسه، والدنيا ليلت هنعمل ايه دلوقتي، وحتى لو صحوا على حرب 3000 يغلبوا. فنظر داود المكان الذي اضطجع فيه شاول وابنير ابن نير، هو كل دول زمايله، ابنير والناس دول كانوا رؤساء قوات زيه، هو كان رئيس جيش ساعتها قبل كده. وكان شاول مضطجعا عند المتراس، يعني حتة اسمها المترسة اللي هي ايه، غرفة السلاح يعني اللي يجمعوا فيها الأسلحة، لأن دي أخطر منطقة، فجنبها شاول نايم. والشعب نزول حواليه، والناس متنطورة نايمة بقى حواليه كده في دايرة كبيرة قطرها قد كده. فأجاب داود وكلم أخي مالك الحسي وأبي شاي بن صروية أخو يعاب، اتنين من رجالته المقربين العتاولة، قائلا من ينزل معي إلى شاول؟ أنت بهربان ولا رايح تتصاحبه؟ أنت المفروض هربان، بدل شايفه نايم خد بعضك واجري، ما تنامش أنت وابعد اعمل مسافة. لكن داود من كتر الخلاص اللي بيجيله قلبه بقى جامد، وهو شغال مزامير وعارف المزامير ما بتخيبش، فتلاقيه قال له مزمورين من إياهم وقال إيه، ما نروح له. تروح فين؟ قال ننزل له. هيحصل ايه يعني؟ هتنزل له ده لو واحد منهم صحي خلصت، فاهمين ازاي؟ ال3000 محدش هيقلق. قال لا ننزل له ما فيهاش حاجه، بدل بنقول مزامير ننزل له. فقال له مين ينزل معايا؟ طبعا ده شغل مجانين. فابي شاي، قال ابي شاي ده كان بيموت فيه، كان اخو يؤاب وكان احسنهم يعني، كانوا ثلاثه، يؤاب وعسائيل وابي شاي. ابي شاي ده كان يعني يفدي داود فعلا، فقال له انا هنزل معك لان ما حدش تاني هيعمل كده. هنا تلاحظوا ايه بقى؟ ان اللي يصلي مزامير كتير واللي يختبر ربنا في خبرات كتير بعد ما كان بيخاف كتير، تلاقي لما يدخل على مشكلة جديدة يا الخبرات القديمة تشتغل، فيبقى عنده جرأة وعنده أمان من طول الخبرات من كتر المزامير، خلاص هو مطمن هتعدي زي غيره، ما مش أول مرة، دي يمكن نمرة 10 في المسجل بس عندنا في سفر صمويل الأول، وكل مرة بطريق. طب ما احنا ننزل بقى. يبقى هنا احنا كنا بنعرض الشكل البدائي الأول، الخوف والرعب والقلق والشكوى والصراخ وبعدين الرجاء، لا ده احنا داخلين على مرحلة تاني من كتر المزامير والصلاة تيجي المشاكل، لكن رد الفعل ما يبقاش خوف ولا قلق ولا شكوى، يبقى ايه يعني نوع من الأمان والثقة الجديد. وبعدين بين القصتين في قصة، بين القصتين دول في قصة هحكيها لكم عشان ما نقعدش نقرا نصوص كتير. في 24 في قصة عجبة بقى، شاول مرة كان طالع برضو في نفس المناطق يدور عليه، فداود دخل في مغارة زي بتاعت درونكا كده، مغارة من المغارات الغويطة قوي، بس فقال شاول يجي الغروب عليه وهو جنب المغارة فيقول هدخل أريح في المغارة دي، وداود جوه هو ورجالته، فشاول داخل له لوحده خالص، ما يصحش العساكر يناموا مع الملك، فالعساكر كلهم قعدوا بره المغارة يحرسوا المغارة، فاهمين ازاي؟ وشاول داخل لوحده خالص المغارة وبرضه ما يصحش ينام على الوش بره قدام الرجالة، فداخل جوه خالص. فهو داخل اللي جوه شايفينه، لأن اللي جوه في الضلمة اللي بره في شوية نور، فهو داخل هما فاتحين بقهم داخل لوحده، وداخل نعسان عمال يتاوب وحط الرمح ونام، ومسافة 10 متر مثلا. عشان كده أول كلمة قالوها ساعتها إيه؟ الرب وضعه في يدك. ما فيش أحلى من كده، يعني مش ممكن تتظبط ولا تتحسب أكتر من كده، ده في صحيح 24 قبل الحكاية دي. فهو في الأول ما قدرش يكذب الكلام، فعلا اللي بيحصل ده مش ممكن غير شغل ربنا. اتلفوا حواليه، شاول في النص نايم زي الفرخة كده، وكلهم حواليه هو نايم، نايم عميق، نوم عميق، وكلهم خلاص هي يعني دقيقة وهنخلص بقى من الغلب ده كله. فضلوا يسخنوه، رفع الرمح وايه ظهر المزامير اشتغلت، فهو رفع الرمح بدل ما ينزل في قلبه نزل على طرف جلابيته، مش محتاجة نشان طبعا، إنما هي إيه؟ مسك نفسه، لأن يقول ضربه قلبه، قلبه نخسه، أول ما صلى أنت هتموت
شاول اللي معذبك، اللي هو عمال يديك خبرات روحية، هتضيع من ايدك الشخص اللي علمك تصلي مزامير؟ ده هو اللي خلاك تصلي مزامير. هتموت مسيح الرب اللي في يوم من الايام كنت بتقول له مزامير عشان يهدأ، اللي في يوم من الايام قال لك يا ابني؟ هتموته هو ولا تموت الشيطان اللي وراه؟ هو ذنبه ايه؟ هو الشيطان جواه بيلعب بيه. فنزل على طرف الجلابية وقف لهم واقفة، كشر في رجالته، قال لهم حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب. مسيح الرب هو، أنتوا نسيتوا ده مين؟ أبدا ما عملش كده. ربنا عاوز ياخد حقه، ياخد حقه بطريقته. وفضلوا الراجل نايم، فضلوا يساوموه. طب يا سيدي بلاش أنت، احنا نموته، احنا نشيل الذنب ما يهمناش، خد أنت جنبه مالكش دعوة. قال لهم أبدا، وقف يحامي عنه بقى. يعني هما بقى اللي يقولوا نموته، قال لهم لا أنا أقف لكم بقى، أنا اللي محامي عنه دلوقتي. قالوا يعني نعمل ايه؟ قال لهم ندخل ننام احنا جوه. فطبعا كانوا مكبوسين منه جدا، وسابوا ياخد نومته للاخر شاول. وصحي شاول هو مش دريان ان جلابيته مقطوعه، وخد سيفه وطلع ومشي وعدى، وبعد مسافه طويله وقف داود على باب المغاره ينادي عليه، يقول له على فكره انا كنت معاك في المغاره. وكان بقى كلام بقى، شاول بكى في اليوم ده، بكى انفجر في البكاء. قال له ما سمعتش عن حد وقع في ايد عدوه وعمل كده. قال له انا عارف ان ربنا هيملكك، اللي يطلع منه الكلام ده انا عارف انه يعجب ربنا. قال له انت ابر مني يا ابني داود، مهما قلت خلاص انت كسبت كده، اللي انت عملته ده ما يتعملش. فلما جاء بقى ان في موقف 26 ان شاول نايم، فهو افتكر قال لك ما هو مش أول مرة ينام في إيدينا يعني، فبدل المغارة ننزل له احنا تحت، كلهم نايمين، هيفضلوا نايمين زي المرة اللي فاتت. نرجع لحكاية من ينزل معي، مين يحب ياخد الخبرة الروحية؟ طبعا كلهم لا، ده شغل مجانين، هننزل لإيديهم، لكن هو عنده ثقة. المهم في المرة دي بقى في 26، برجعكم تاني 26، عمل حاجة تاني. هو نزل لغاية شاول وهو نايم ماشي، مفيش داعي يقطع جلابيته تاني، يعني جلاليب مش رخيصة، فايه مش كل مرة جلابية. فقال لأبي شاي ده عاملها فن، ده بقى قلبت معاه بنوع بيلعب يعني. قال له خد كوز المية وناخد الرمح ويلا. يا ابني انت داخل اللعبة بقت كده؟ قال له ناخد الرمح وناخد الكوز عشان يعرفوا ان احنا جينا بس. فخد كوز المية والرمح وطلعوا مشيوا بعيد، والناس تانية نايمة خالص. ولما عملوا المسافة الكافية اللي تخليهم يقدروا يهربوا، نادى عليه تاني، يا ساول الملك، صحابة يا ابني يا بتاع، وابتدى ينادي عليهم واحد واحد. وفي الأول هزق زمايله، كان دمه خفيف قوي في اليوم ده. ليه؟ كان رايق جدا بقى، تحس واحد مش شايفها خالص فيها قلق. قال لهم بقى يا رجالة تناموا والملك يقع في ايد عدوه وكان هيموته، اخص عليكم انتوا رجالة، انتوا فين ايام زمان؟ لانه كان واحد منهم، كلهم اصحابه، القادة دول كلهم كانوا زمايله. فبقى يهزقهم ليه؟ لانه كان ممكن لو واحد غير داود كان موت شاول. فقال لهم ازاي تعملوا كده؟ وبعدين قعد يقول له تاني، يا شاول تاني مرة تبقى في ايدي، وادي الرمح اهو، وادي كوز المية اهو، الامارة يعني ان انا كنت عند راسك يعني، انما انت بتعمل معايا كده ليه؟ فهنا تلاحظوا بقى ان الجو النفسي بتاع داود اختلف من كتر المزامير وكتر الخبرات الروحيات. حتى لما بتيجي ازمة كبيرة رد الفعل مختلف بقى، مختلف عن زمان، ما بقاش الخوف المرعب والصرخة والشكوى، لا هتعدي زي غيرها، بقت بابتسامة جميلة وبروقان وبجو خفيف. فشاول تاني مرة يقول له قد أخطأت، ارجع يا ابني داود، لأني لا أسيء إليك بعد من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم. هو ذا قد حمقت، ده شاول بيقول كده، وضللت كثيرا جدا، ما هي لحظة بقى توبة. فأجاب داود وقال هو ذا ربح الملك، فليعبر واحد من الغلمان وياخده، ابعت لي واحد من العيال عندك ياخده. يعني ما خلاص خلصنا الفيلم يعني. والرب يرد على كل واحد بر وأمنته، لأنه قد دفعك الرب اليوم ليدي، ولم أشأ أن أمد يدي إلى مسيح الرب. هو ذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني،
كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب. طريقة التفكير دي مهمة قوي وتمشي مع الصلاة. اللي يصلي كتير دايما يربط علاقته بالناس بعلاقته مع ربنا. اقول لكم ازاي. لما واحد يضايقه اول حاجة تيجي في باله ايه؟ ما انا ياما ضايقت ربنا. اللي بيصلي كتير يفكر كده على طول، لما يحصل مشكلة من شخص يقول ما انا ياما عملت مشاكل مع ربنا، لما يلاقي اهمال من شخص يقول ما انا مهمل. على طول في ترجمة فورية على العلاقة مع ربنا من كتر الصلاة. خلاص اهم حاجة علاقته بربنا، فتلاقوه على طول بيفكر بالطريق. بص زي ما انت مع انك ما تستاهلش كنت غالي عليا، انا ما استاهلش بس ابقى غالي عند ابويا عند ربنا. فقال له زي ما انا حفظتك انا مش طالب غير ربنا يحفظني. هو عارف ان الكلام ده بيتسجل في السماء، لان ربنا حاطط فعلا معيار ده قصاد ده. اغفروا يغفر لكم، طوبى للرحمة لانهم يرحمون، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم. لتعظم نفسي في عين الرب فينقذني من كل ضيق. فقال شاول لداود مبارك أنت يا ابني داود فإنك تفعل وتقدر. قال له لازم هتعمل كده، اللي أنت بتقوله هيحصل. ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول إلى مكانه. ده انتصار من نوع جديد. ليه؟ مش مجرد الأزمة عدت، لا ده إحنا اللي بننزل للأزمة برجلينا وبنقول للشيطان هتعمل فينا إيه، وإحنا بنقول مزامير هتقدر علينا ازاي؟ احنا بنحط نفسنا لغاية اهو حافة المشكل ومش خايفين برضه. ده زي ما بطرس طلب كده يمشي على المية، يعني واحد داخل بصدره مش خايف هتعدي برضه. ارجع للمزمور بقى عشان نفتكره. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. افتقر معلش انا عاوز اقول تعليقات بس افكركم. اسم ربنا صلاة يسوع تتوصل لكل الخبرات دي. ها؟ تاني حاجة، اسمع يا الله صلاتي، اصغي إلى كلام فمي. غرباء قاموا علي، عتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامهم فول ستوب. اسكت شوية اسكت شوية وإيه يعني امشي فيها شوية، اصرخ زود شوية، قول صلاة يسوع حبتين لغاية ما يعلى ليفل الرجاء ونغير بقى النغمة. هو ذا الله معين لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرد الشرور على أعدائي، بحق كفنيهم، أذبح لك منتدبا شاكرا. يعني أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني، وبأعدائي رأت عيني. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.